السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي. نتمنى تهدوا وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم فلافل معمره بالبطاطس والكفته اللي كتجي مذاق ديالها رائع والمنظر ديالها راقي. كذلك بارطاجوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. واللي كيشاهد القناه لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد. نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات ديال الوصفة، غنحتاج فلافل بالألوان، كذلك واحد البصلة، جوج فصوص ديال الثوم، 250 غرام ديال الكفتة أو حسب المتوفر لديك في المنزل، لصوص الطوماط اللي حضرتها في البيت. غادي نشرح لكم الطريقه ديال تحضير لاصوص فيما بعد. كذلك البطاطس اللي خلطتها في الماء والملح. غادي ناخذ الفلافل ديالي، غنقطعها في النصف على هذا الشكل هذا، وغادي نخوي لها القلب ديالها من البذور ومن جميع المكونات. بالنسبه لطريقه التحضير ديال الطماطم، كنقشروا الطماطم، كنزولوا لها البذور ديالها، كنقطعوها مربعات صغيره، نوضعها في واحد المقلاه، كنضيفوا لها قليل من الزيت، قليل من الملح، كذلك قليل من الابزار، وكنغطيوها نخليوها تطيب في الماء ديالها. ملي كطيب كنمسحوها مزيان، كنضيفوا لها واحد ملعقه ديال الصلصه مركزه وكنخليوها تشحر. صافي، هي طماطم واجده. بالنسبه للفلافل ديالي، قمت بالتقطيع الفلافل على هذا الشكل هذا في النصف كما لاحظتوا. الان عاد ناخذ واحد بلاطو ديال الفرن وعاد نستفون فيه. بما نستفو الفلافل كندهنوا البلاطو ضروري بالزيت. الان غادي نقوم بالتقطيع ديال البصل مربعات صغيره. خديت مقلاه دهنتها بالزيت، سخنتها جيدا وضعت فيها قليل من الزيت، وضعت عليها كذلك البصل، هنخليه يتشحر جيدا. من بعد ما تشحرت ليا البصل، الان عاد نضيف له الكفته او اللحم المفروم. غادي نقوم بالتقطيع ديال فصوص ديال الثوم. كذلك عندي قليل من البقدونس، غادي نقطع القليل. من بعد ما تشحرت لي الكفته جيدا، غادي نضيف لها الثوم وكذلك البقدونس والتوابل. بالنسبه للتوابل، ملعقه ديال التحميره فابريكا، كذلك نصف معلقه ديال الابزار، نصف معلقه ديال الخرقوم، نصف معلقه كذلك ديال الكمون، ونصف معلقه ديال الملح. بالنسبه للملح على حسب الذوق وعلى حسب الكميه اللي عملتو، واحد ملعقة صغيرة ديال الهريسة، وثلاثة معالق ديال لاصوص طوماط اللي وجدت.
بالتنقية ديال البطاطس ديالي، والآن غنقوم بالبشر ديالها. من بعد ما كملت البشر ديال البطاطس ديالي، الآن غادي ندفلا الخلطة ديالي ديال الكفتة بلاصوص ديال الطماط. كتجي هاد الخلطة رائعة، كتجي بنينة ولذيذة. كنتمنى فعلا تجربوها ودنا الإحسان ديالكم، وتخليوا لي التعليق ديالكم. الان غناخذ الفلافل ديالي وغنعمرهم بالحشوه. من بعد ما كملت الحشوه ديال الفلافل ديالي، عاد الان غادي نضيف القليل من الجبن ديال الموتزاريلا فقط للتزيين. اللي ما كتوفرش عليه ما يضيفوش، فقط يكتفي بالفلافل المحمره على داك الشكل، وكتجي لذيذه وبنينه. من بعد ما زينت الفلافل ديالي بالجبن وضعته في الفرن، غنستناو عليه واحد تقريبا واحد 30 دقيقه حتى يدخل الطياب من الفلافل. بالنسبه للفرن كنشعلوا عليه من الفوق ومن التحت. الان غنرفقوا بواحد السلطه منعشه. عملت هنايا القليل من الخس اللي قطعته، كذلك واحد جوج جزرات اللي بشرتهم، الطماطم على حسب المتوفر لديك قطعتها مربعات صغيره، وكذلك درت الطماطم صغيص. عندي هنا الخيار وكذلك الفلافل الحمراء قطعتها مربعات صغيرة، كذلك البصل اللي قمت بتقطيع ديالها شرائح، والزيتون الأخضر اللي مقطع شرائح صغيرة. غنضيف عليه القليل من زيت الزيتون، نصف حمضة اللي عصرتها، قليل من الملح. الملح دائما على حسب الذوق، على حسب الكمية اللي عندكم، والقليل من الابزار. غنعمل كذلك قليل من المعدنوس اللي قمت بالتقطيع ديالو. السلطة كتجي منعشة ورائعة شكلا ومذاقا. غنخلط الكل جيدا. الان غناخذ الصحون ديال التقديم اللي غنوضع فيهم السلطه، وهذا هو الشكل ديال الطبق ديال السلطه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، بسيط وسهل وفي نفس الوقت منعش ومغذي. كيف ما كنعرفوا الخضار صحيه.
بالنسبة للفلافل ديالي طابت. الآن غنوضعها في الصحون ديال التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لان وصفه كتستاهل التجربه، فعلا رائعه والمذاق رائع. وطبعا الفلافل المحشيه خاصها تنكل وهي سخونه، كتجي واحد المذاق رائع. وكذلك اللي بغى يضيف زعتره ولا الصحصار كيجي كذلك المذاق ديالها رائع. كذلك تخليوا لي التعليق ديالكم وتشجعوني باللايكات ديالكم، واللي كيشاهد القناة لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد. دمتم في رعاية الله وإلى وصفة أخرى بإذن الله.